معانا مداخلة تليفونية من الإعلامي الزميل معانا على قناة الحدث، صاحب برنامج توك شو العرب، أستاذ عبد الباقي عزوز. أهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذة شيماء، إزاي حضرتك؟ أهلا سنة وحضرتك بحضرتك. طيبة. هو حضرتك طيب، اتفضل. أنا بس حابب أولا أحييكي على برنامجك الجميل، وكمان برحب مع حضرتك بكل الضيوف اللي موجودين معاك النهارده، فرقة الهاشم الحقيقة يعني فرقة جميلة جدا، ممكن أنا متابعهم كلهم من فترة كبيرة جدا. قد إيه خامة صوت جميلة جدا، وقد إيه أستاذ سيد هاشم قدر يعمل حالة بمتابعة للأصوات الجميلة لعمرو ومحمد وكمان ياسين النجم الجديد، ياسين اللي أنا اتفاجئت بيه بصراحة، اللي أنا أول مرة أشوفه من قريب. فبصراحة بيقدموا فن راقي وأغاني بريتم هادي جدا، ما فيهاش صخب، فيها يعني مزيج من حلاوة الكلمات اللي هم بيقدموها، بالإضافة إلى الألحان الجميلة. والمفاجأة النهاردة وأنا متابع برنامج حضرتك الجميل يا أستاذة شيماء، إن أنا فوجئت النهاردة، ودي معلومة أنا أول مرة أعرفها بالرغم إن أنا عملت معاهم لقاءات جميلة قبل كده، ويمكن كنت تم دعوتي للمشاركة معاهم في كليب بهلال رمضان. فوجئت كمان إن معظم الأغاني اللي هم عاملينها وشغالين عليها بقى لها فترة من ألحان عمرو، فدي بصراحة يعني حاجة جميلة جدا. فأنا يعني حابب من خلال برنامجك قال لهم يعني دايما الى الامام، واحنا حضرتك استاذه شيماء وكل الاعلاميين اللي عندهم برامج اعلاميه هادفه ورا الناس اللي بجد عندهم مواهب وليهم هدف يعني. ولاحظت كمان من كلام الاستاذ سيد دايما لما بيروح اي برنامج ونقول له احنا بنرحب بفرقه اله هاشم الدينيه، يقول لك لا والوطنيه. فكون ان هو يدمج النوع الاغاني اللي هو بيقدمها او الانشاد الديني بالاغاني الوطنيه، فده بيدل على قد ايه عنده انتماء وبيغرس روح الانتماء في اطفاله واولاده النجوم الصغيرين، سواء ياسين او محمد او عمرو. صراحه انا بحييه جدا جدا وبشكرك على استضافتهم ودعمك ليهم النهارده في شهر رمضان وعرض الكليب الجميل اللي هم عاملينه، وبشكركم طبعا كلكم وبسلم عليهم كلهم وهم موجودين مع حضرتك النهارده يا استاذ شيماء. الحقيقه احنا بنشكر حضرتك على المداخله الجميله دي، بشكرك شكرا جزيلا الاعلامي الجميل عبد الباقي عزوز. استاذ عبد الباقي عزوز مش مجرد اعلامي بالنسبه لنا، استاذ عبد الباقي عزوز اخ وصديق واستاذ لينا، يعني انا برجع له في حاجات كتيره جدا، بتحاور معاه في حاجات كتيره جدا، هو شخصيه جميله ورائعه. انا بشكرك استاذ عبد الباقي على الكلام الجميل اللي انت قلته ده، متشكر جدا. طيب نرجع لحوارنا، انتوا حريصين ان انتوا كل الانشودات اللي بتعملوها او الاغاني اللي بتعملوا لها كليب. على قد ما بنقدر طبعا، لو في حاجه بتاعتنا احنا الكلام بتاعنا والالحان بتاعتنا ضروري نعمل لها كليب.